بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 104 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى. ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليه. ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 416 من الجزء الأول. صفحة 416 من الجزء الأول اللي هو نفسه المجلد الأول. ما زلنا في كتاب الجنائز. ما زلنا في كتاب الجنائز. أخونا المشرف لو تفتح لنا الكتاب على صفحة 416. نعم. ما زلنا نتكلم عن أحكام الجنائز. كتاب الجنائز. قلنا أفرده الإمام الشيرازي بكتاب مستقل متميز عن كتاب الصلاة وليس من مباحث الصلاة اجتهادا منه رحمه الله تعالى. تكلمنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بساعة الاحتضار وما قبل ساعة الاحتضار. وصلنا إلى عبارة في أعلى صفحة 416: فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته. فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته. يعني إذا مات من غير مرض، من غير علة، من غير حادث، ما يقال عنه في زماننا سكتة قلبية أو جلطة مثلا، فلا عفوا فلا يعني يغسل ويكفن ويجهز ويصلى عليه بسرعة، لأنه احتمال أنه يكون في حالة إغماء أو في غيبوبة ما، فعلى أساس إيش ما يتم دفنه وهو حي. فكان الشيء المتاح للتيقن من موته في ذلك الزمان قبل 1000 عام مضت اللي هو ترك هذا الإنسان اللي مات فجأة واللي ربما يكون في حالة إغماء أو غيبوبة، تركه يعني ساعات أو ربما اليوم التالي لعله يستيقظ. فإن كان ميتا فلن يستيقظ ولن يتحرك منه شيء ولن يتقلب كما لو كان نائما. وإن كان هذا إذا كان ميت، وإذا كان حي فربما تنفس، فربما تقلب كما يتقلب النائم، فربما استيقظ إذا كان في حالة إغماء أو غيبوبة أو ما شابه. فهذه كانت الوسيلة المتاحة في ذلك الزمان. أما في زماننا اليوم فبسبب التقدم الهائل في علم الطب وطرائق التشخيص والعلاج، فبالإمكان أن يعرف الطبيب إنه الإنسان هذا ميت أو ما زال على قيد الحياة في حالة غيبوبة أو إغماء. يعني ليس أمرا صعبا، يستطيع الطبيب الآن بالتجهيزات والآلات الطبية الحديثة أن يعرف الإنسان اللي أمامه هذا ميت يقينا ولا في حالة إغماء أو غيبوبة أو ما شابه. وهناك يعني إشارات ومتعددة يعتمد عليها الأطباء في الحسم إنه هل الإنسان هذا ميت أو ما زال فيه حياة. لو كان مثلا ميت موت سريري في حالة غيبوبة، يستطيعون أن يميزوا بين هذه الحالة الموت السريري أو الغيبوبة وبين عفوا حالة الموت الكامل.
فلذلك ما في داعي للترك الآن. الترك الذي أشار إليه الإمام الشيرازي يترك حتى يتيقن موته، ما في داعي، لأن الطبيب يستطيع، الأطباء يعني الطبيب يوجد، الأطباء يوجدون في القرى والمدن وحتى في البوادي، المراكز الصحية والمستشفيات وفي معظم بلاد العالم، فليس أمرا عسيرا أن نحضر طبيب ليتأكد من موت هذا الإنسان أو من حياته حتى يساعده على الحياة بأن ينقذه أو يعني يعمل له إنعاش أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ فالانتظار المقصود هنا اللي ذكره الإمام الشيرازي ما في له داعي الآن في زمان، لأنه نستطيع أن نتيقن بشكل سريع عن طريق الطبيب، وبالله التوفيق. طيب الآن عفوا، مات الميت، أغمضنا عينيه، قرأنا يعني لقناه الشهادتين، قرأنا سورة ياسين عند رأسه وهو يحتضر في سكرات الموت، مات الميت، كنا قد وجهناها إلى القبلة بجسده على شقه الأيمن، أغمضنا عينيه، أغلقنا فمه، لينا مفاصله، ماذا بعد ذلك؟ هذا ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، إنه في ساعات الاحتضار لقناه الشهادة، جعلناه على شقه الأيمن بوجهه للقبلة، قرأنا عليه سورة ياسين، لما مات أغمضنا عينيه وأغلقنا فمه بربط الفك السفلي إلى العلوي ولينا مفاصل. الآن ماذا نفعل بعد ذلك؟ المرحلة التالية، الخطوة التالية اللي هي غسل الميت. تمام؟ ما ذكرناه في المحاضرة الماضية يتعلق بمرحلة قبل وخلال الموت والاحتضار وبعيد الموت. الآن عندنا موضوع انتهى الأمر وانتهى الأجل وخرجت الروح ومات هذا الإنسان. إيش بيتطلب منا؟ غسل الميت، ثم تكفين الميت، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عندنا إيش؟ بعد أن مات الميت عندنا غسله، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه. وكل واحدة من هذه الأمور الأربعة لها أحكامها الشرعية التي تضبطها. غسل الميت له أحكام، تكفين الميت له أحكام، الصلاة على الميت لها أحكام، دفن الميت له أحكام. إذن هي أربع خطوات مطلوبة من المسلمين على جهة فرض الكفاية تجاه هذا الميت. إذا مات الإنسان انقطع عمله، خلاص ما فيش تكليف، لا يحاسب الإنسان عن أمر فعل بجسده بعد موته. تمام؟ فالآن هذه الأحكام، الأمور الأربعة متوجهة للمسلمين الحاضرين كأحكام تكليفية، وكلها حكمها فرض كفاية، يعني يجب على من حضر، فإن قام به البعض فلهم الأجر والثواب وسقط الإثم عن الباقين. أما إذا ما حدا قام به من أهل الحي أو القرية مثلا أو البلدة يأثم الجميع. إيش هو فرض الكفاية؟ التغسيل أولا، ثم التكفين ثانيا، ثم الصلاة على الميت ثالثا، ثم دفنه رابعا. هذه الأحكام متوجهة للأحياء مش للأموات. طب ميت مات، ما حدا غسله ولا كفنه ولا صلى عليه ولا وراه الثرى، هل يأثم؟ هل يزداد سيئات؟ تزداد سيئاته بذلك؟ الجواب لا، لأنه انقطع التكليف بموته، ماله أصبح تركة. أما اللي عليه الإثم من قصر من المسلمين الحاضرين. واضح يا شباب؟ فالحكم هنا يرتبط بالأحياء وليس بالميت. أنت إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة، إلى عالم البرزخ بعد شهقة الموت، نسأل الله أن يميتنا جميعا على التوحيد الخالص وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله،
البدن الذي كانت الروح فيه، الأحكام المتعلقة به إحنا مش مسؤولين عنها، مش متوجهة إلينا، بخلاف ما كنا في على قيد الحياة. فيحرم الانتحار، ويحرم الواحد يؤذي نفسه، يجرح نفسه، يقطع أصبعه، هذا كله حرام. الآن بعد الموت الأحكام هذه الآن متعلقة بالأحياء الحاضرين حول ذلك الميت، أما الميت ليس عليه أي تكليف تجاه ذلك البدن، لأنه انقطع التكليف بالوفاة، انقطع التكليف بالوفاة. طيب نبدأ بالأمر الأول، إذا في عندنا غسل الميت، في عندنا تكفين الميت، في عندنا الصلاة على الميت رقم 3، رقم 4 دفن الميت، كيف يلحد ويوارى الثرى. هذه الأحكام كلها أيها الإخوة الأفاضل عفوا، إن دلت على شيء فإنما تدل على عظيم مكانة الإنسان في الإسلام. تخيلوا أن الإسلام رتب حقوقا للإنسان في بعد مماته، غير حقوقه التي في حياته، في عنده حقوق في حياته، حقه في الحياة الكريمة، حقه في أن يعتنق الإيمان وأن يكون مؤمنا بالله، حقوق كثيرة تبحث تحت عنوان عريض حقوق الإنسان في الإسلام. ومن هذه الحقوق ما يلحق ما يكون بعد موته، وهذا مش موجود إلا في شريعة الإسلام، حقوق للإنسان بعد موته بهذا الجمال والبهاء والجلال، مش موجود إلا في شريعتنا. عشان تعرفوا أن هذه الشريعة التي شرفنا الله تعالى بدراسة أحكامها والنازلة من عند الحكيم العليم الله سبحانه وتعالى عفوا، الذي لا يشرع إلا حكمة وعدل، شريعة في غاية الجمال والجلال والكمال. طب ليش التغسيل والتكفين؟ ليه؟ كرامة للميت، كرامة للميت، لا يلقى هكذا في القبر كما تلقى البهائم وكما تلقى الجيف في الحفر وتغطى بالتراب. إنسان، هذا إنسان، ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، ما قال ولقد كرمنا أمة محمد. الإنسان مكرم حتى ولو كان كافرا، كل من هو من ذرية آدم عليه السلام مكرم حتى لو كان كافرا. أوليس قد أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لأبينا آدم تكريم له؟ فآدم وذريته خلق مكرم من خلق الله تعالى، وهذا الجسد كان وعاء للروح، والروح من الله سبحانه وتعالى، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما بصير تلقيه هكذا في الحفرة، ما بصير تلقيه بدون دفن، تأكل منه الطيور والسباع، ما بصير. طبعا هذه الأمور لا ترضاها لنفسك، وكذلك الإسلام لا يرضاها للمسلمين المؤمنين، فرتب هذه الأحكام. يعني أنت بعد الموت بتقول مش فارقة معي؟ لا فارقة معك. تخيل لو صوروك فيديو مثلا يعني وأنت ملقى على قارعة الطريق جثة هامدة تأكل منك الطيور والسباع، لا ترضى ذلك لنفسك، وهذا الجسد كان مكرم، كنت تغتسل وتتعطر وتلبس أحسن الثياب، أما وقد خرجت الروح لا ترضى لهذا، أنت نفسك لا ترضى لهذا الجسم الذي كان وعاء للروح وكنت تعيش به في هذه الدنيا، لا ترضى له هذا الامتهان وهذا الابتذال والتمثيل به. فلذلك جاء الإسلام ورتب هذه الأحكام على جهة فرض الكفاية، هذه الأحكام كلها، التغسيل والتكفين والصلاة على الميت ودفنه، كلها فرض كفاية، ليست من المستحبات والمندوبات، فرض كفاية. يعني إذا الناس كلها اللي في القرية أو الحي ما حدا غسل هذا الميت يأثم الجميع، تمام؟ وهذا بدل على مكانة هذه الحقوق التي للإنسان بعد موته في الإسلام.
طيب ايش الدليل على انه فرض كفايه؟ وفرض الكفايه هو المطلوب من المجموع، من مجموع الامه او مجموع الحاضرين، مطلوب منه ما يكفي، مش مطلوب من الجميع مثل فرض العين. فرض العين مثل الصلوات الخمس مطلوبه من كل مسلم بالغ عاقل، تمام. اما فرض الكفايه مطلوب منه ما يكفي. واوضح مثال عليه الجهاد، الاصل في الجهاد بالسيف بالسلاح انه فرض كفايه، اذا قام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين، والاجر والثواب للمجاهدين. مش كل الامه تروح على الجهاد، تمام. اما الصلاه كل الامه تصلي، مش واحد بالبيت بيصلي خلاص، البقيه في اهل الدار بيتركوا الصلاه، بكفي انه فلان بيصلي عنهم، لا، لانها مطلوبه فرض عين على التعيين من كل مكلف. أما الجهاد مطلوب فرض كفاية من عموم الأمة. التغسيل الميت مطلوب على جهة فرض الكفاية. من الأدلة على ذلك الحديث اللي ذكره الإمام الشيرازي هنا، النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح أخرجه البخاري، في الحج، في حجة الوداع، في واحد من الصحابة سقط عن البعير فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه فعل أمر، وصيغة فعل الأمر الأصل فيها أنها للوجوب، ما لم تصرفها قرينة إلى الندب أو الإباحة. أي صيغة فعل أمر في أي نص شرعي، آية أو حديث، فالأصل أنها تفيد الوجوب، ما لم يصرفها صارف إلى الندب أو الإباحة. طيب هون إيش الصارف؟ إنه مش كل الصحابة قاموا غسلوه، مع انه صيغه فعل الامر. قال عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسدر، امرهم امرا. اللي قام بهذا الفعل مجموعه قليله، اللي العدد الذي يحتاج ثلاثه اربعه بالكثير، تغسيل وتكفين وتجهيز. مش بحاجه التغسيل الميت 20 نفر، ما يكفي، من يكفي، تمام. والله اعلم. يعني القرينة الصارفة عن فرض العين إنه مش كل الصحابة اشتركوا، لو كان فرض عين كل الصحابة بده يشتركوا، لو كان مستحب أو مندوب يعني ربما يعني الموضوع كان عادي جدا، لكن لا، الأمر كان لإفادة الوجوب الكفائي وليس العين. وكيف تعامل الصحابة مع هذا الحدث، وكيف وعلى ماذا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يؤدي هذا المعنى من الحكم الشرعي. والله أعلم. طيب الآن بدنا نتكلم، من الذي يغسل الميت؟ من الذي يغسل الميت؟ الذي يغسل الميت إذا كان، طبعا نتكلم عن ميت مسلم، تمام. الذي يغسل الميت المسلم، أولى الناس زوجته إذا كانت الزوجية قائمة، وأولى الناس بتغسيل المرأة المسلمة الميتة زوجها إذا كانت الزوجية قائمة. وهذا خلاف ما رجحه، يعني ذكره المصنف بعد قليل سنذكره، أنا بعطيكم الخلاصة. ثم بعد ذلك، بعد الزوج من يغسل المرأة؟ النساء المحارم، فالنساء غير المحارم القريبات، فالنساء الأجنبيات. فإذا لم يوجد فالرجال المحارم، ولا يغسلها أجنبي. مرة أخرى ترتيب المغسل، من يغسل، من الأولى بالتغسيل إذا كان الميت امرأة مسلمة، زوجها إذا كانت الزوجية قائمة، ثم النساء المحارم القريبات لها ذوات المحرم، يعني أمها، جدتها، ثم أختها، ثم ابنتها، وبعضهم الشافعي قدم البنت على الأخت، تمام، ثم ابنة الأخت، ثم ابنة الأخ، وهكذا. هذول النساء
القريبات المحارم لها، إذا ما وجد فالنساء القريبات اللواتي يعني ليست بينهم محرمية، مثل ابنة العم، ابنة العم، ابنة الخال، وهكذا. إذا عدم كل النساء، أولئك النساء الأجنبيات، إذا عدمت الرجال المحارم يغسلها أبوها أو جدها أو ابنها أو أخوها أو ابن أخوها. لاحظوا هذا الترتيب، الكلام عن من يغسل إذا كان الميت امرأة مسلمة. أولا الزوج، إذا كانت الزوجة مش موجود أو ميت أو مسافر، نذهب للنساء القريبات اللي بينها وبينهم رحم وذوات محرم، يعني الأم، الجدة، الابنة، الأخت، ابنة الأخت، ابنة الأخ، ما فيش حد من أولئك النساء، النساء القريبات اللواتي ليس بينها وبينهن محرم، ابنة عمها، ابنة خالها، تمام، من العائلة، نساء من العائلة، ما فيش حد، هي أصلا ماتت في سفر. فالرجال اللي بينهم بينها رحم ومن محارمها، يعني أبوها، جدها، ابنها، أخوها، ابن أخوها، تمام. ولا يغسل المرأة رجل أجنبي بحال، وسنأتي للتفصيل. طب إذا كان الميت رجل، من يغسله؟ مسلم. أول حاجة زوجته، إذا كانت الزوجية قائمة، اعتذرت أو مش قادر أو ميت أو مسافر إلى آخره، ننتقل للرجال الأقارب اللي بينهم بينه عصبة ورحم محرم، يعني رحم محرم يسمى. أولا أبوه، فإن لم يوجد جده، فإن لم يوجد ابنه، فإن لم يوجد أخو الميت، فإن لم يوجد ابن أخي الميت، تمام، فإن لم يوجد الرجال الأباعد، الأقارب اللي ليس بينهما محرم، يعني ابن عمه، تمام، أو من العائلة لكن من الأباعد، فإن عدم أولئك يغسله أي رجل من المسلمين، أي رجل من المسلمين. هذا الترتيب، هذا الترتيب مهم. فإن كان الميت رجلا، تابعوا معنا الآن، لا زوجة له، فأولى الناس بغسله الأب، هذا عند الشافعية، ثم الجد، طبعا ما فيش أب بننتقل للجد، ثم الابن، ثم ابن الابن الحفيد يعني، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، لأنهم أحق بالصلاة عليه، فكانوا أحق بالغسل. طبعا الآن ممكن يكون الموت في سفر، ممكن يكون في حالة حرب، كوارث طبيعية، كل شيء بقدر الله، طبعا شيء من هذا القبيل، فمش دائما هذا الترتيب بيكون، يعني لماذا الفقهاء يفصلون كل هذا الترتيب؟ لأنه مش دائما بيكون الأقارب موجودين، مش دائما، حتى وإن كانوا يعني أقاربه كثر، لكن ممكن يكون هو في غربة، مش لا يمكن نقله. وإن كان له زوجة جاز لها غسله، أنا ما أقول مش إنه جاز لها غسله، هي الأولى بغسله من كل أولئك الرجال، يعني أولى بتغسيله من أبوه ومن جده ومن ابنه ومن أخوه، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله. عفوا، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه احتضر ومات مريضا على فراشه، ليس في معركة ولم يقتله أحد، فأوصى أنه لتغسله أسماء بنت عميس زوجته اللي كانت في عصمته عند احتضاره، كانت على قيد الحياة، كان قد تزوج، مش أم عائشة ولا أم أسماء،
في أبو بكر من زوجاته من توفيت في حياته وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء بنت عميس هي التي عاشت معه عند وفاته رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا يحضرني تفصيل أسماء زوجات أبو بكر اللي ماتوا في حياته أو ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم هو وصى أنه أسماء بنت عميس تغسل، أولاده موجودين وإخوانه موجودين، تمام، لكن أوصى أسماء بنت عميس. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في موضع الإمامة، يعني خليفة المسلمين، خليفة رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ في الحديث الصحيح. وغير ذلك السيدة عائشة نفسها في لها حديث في صحيح البخاري لم يذكره الإمام الشيرازي، هنا ربما غفل عنه، وقالت بمعنى الحديث: لو استدبرت من أمري ما استقبلت ما غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنا. يعني كانت ستمنع علي والعباس، علي صهره وابن عمه، والعباس عمه، من أن يقوما هما بالتغسيل، ولكن تقوم هي بالتغسيل. لكن حالة الحزن عفوا اللي كانت في المدينة وأصابت آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ربما يعني أعجزتهم عن التفكير يعني بالتفاصيل. وهذا الحديث أصرح، إنها قالت: لو استدبرت من أمري ما استقبل، أو بمعنى الحديث ما غسل رسول الله إلا أنا. موقف السيدة عائشة وموقف أبو بكر مع أسماء بنت عميس دليل على أن الأولوية للزوجة. ممكن يساعدها حماها، يعني الأب أو جد الميت أو ابنه، لكن هي اللي الأولى، والله أعلم. وهل تقدم على العصبات؟ هذا الموضوع، السؤال فيه وجهان عند الشافعية، أحدهما أنها تقدم لأنها تنظر منه إلى ما لا تنظر العصبات، وهو الراجح فيما أرى أنه حكم الله تعالى في الترتيب مقدمة على العصبات لفعل أبو بكر مع أسماء بنت عميس، وفعل وتمني الذي تمنته السيدة عائشة فيما يتعلق بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام. ما أنكر عليها أحد من الصحابة أنها رجت هذا الرجاء وتمنت لو كانت يعني هي اللي غسلت، فهي مقدمة على العصبات. هذا الوجه موجود عند الشافعية، لكن ليس المعتمد للفتوى في المذهب. المعتمد للفتوى في المذهب اللي هو الوجه الثاني، يقدم العصبات، يعني أبوه، أي نعم، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت. أخونا فراس جزاه الله خير، هو يعني ساق لنا الحديث الآن: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه. مين بيحكي الحكي هذا؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، وما أنكر عليها أحد من الصحابة. الصحابة أيها الإخوة الأفاضل لا يسكتون على منكر، فسكوتهم يفسر أنه رضا. لا يسكتون على منكر، لا يسكتون على معصية، لا يسكتون على بدعة، فسكوتهم يفسر أنه رضا، إقرار. على أي حال، الوجه الثاني عند الشافعية أنه تقدم العصبات، يعني أبوه أولى بأن يغسل من زوجته، جده أولى أن يغسل، ابنه أولى أن يغسل، أخوه أولى أن يغسل من زوجته، لأنهم أحق بالصلاة عليه. وذكر في الحاشية رقم 4 في أسفل صفحة 416 أن هذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين من الشافعية، وهو المفتى به. لكن الصحيح الذي أراه، والله أعلم، أن الزوجة تقدم على سائر العصبات، فهي الأولى بالتغسيل وهي صاحبة القرار، إذا كانت الزوجية قائمة وهي قادرة على القيام بذلك، وإن كانت تحتاج لمساعدتهم، لكن لا تمنع لأنه هي الأولى. مش والله إحنا بنقوم بالواجب ارتاح، لا، لا تمنع، الموضوع ما لا عندها أساسا ابتداء، مش عند العصبات.
طبعا في الغالب بتكون الزوجه في حاله نفسيه يعني لا ارمله اصبحت في العده وفقدت زوجها الى اخره، فحالتها النفسيه لا تساعدها ربما على القيام بعمل التغسيل على الوجه الاتم الاكمل ماشي، لكن هو الحق عندها اصلا تاذن لغيرها من العصبات على الترتيب المذكور او انه يساعدونها تمام، اما هي الموضوع عندها مش يقول لها اخرجي في الخارج ممنوع تدخلي، لا هذا عن جهل بالدين. طيب واذا ماتت امراه ولم يكن لها زوج غسلها النساء واولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الاجنبيه، فان لم يكن نساء غسلها الاقرب فالاقرب من الرجال المحارم كما بين لك في الحاشيه رقم 5 على ما ذكرنا. يعني اذا لها زوج زوجها ملهاش زوج او زوجها ميت بتغسلها النساء القريبات ذوات محرم، امها جدتها بنتها اختها بنت اختها بنت اخوها، ما فيش حدا من اولئك من النساء القريبات مش ذوات محرم، بنت عمها بنت عمها البعيده يعني قرابه بعيده لكن من نفس العائله تمام، ما فيش حدا من اولئك بيغسلها رجال الاقارب المحارم، بيغسلها ابوها جدها ابنها اخوها ابن اخوها ابن اختها، هذول الرجال اللي بيغسلوها، اما لا يغسلها اجنبي لا يغسلها اجنبي طبعا على الترتيب كما قلنا. طيب وان كان لها زوج جاز له ان يغسلها، انا مش بقول جاز هو لا هو عفوا هو الاولى بالتغسيل، كلمه جاز هذه عشان في اختلاف عند الشافعيه حكى جاز، اما انا بقول لك هو الاولى الزوج اولى حال قيام الزوجيه لما روت عائشه رضي الله تعالى عنها، نحن الان نقرا في اعلى صفحه 417 قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وانا اجد صداعا واقول ورأساه، فقال بل انا يا عائشه ورأساه، ثم قال وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذا الحديث حديث ضعيف لكن الجزء الاول منه مروي في صحيح البخاري انه شكت للنبي عليه الصلاه والسلام وقال لها انا اللي عندي شكوى اللي عندي الصداع، وكان قد بدأ ظهور اعراض المرض الذي مات فيه عليه الصلاه والسلام عليه مرض الموت، هو استمر الاحتضار عنده تقريبا اسبوعين صلى الله عليه واله وسلم. على اي حال في اولويه غسل الرجل لزوجته ثبتت اثار اخرى، ثبتت آثار أخرى، وهل يقدم على النساء هنا خلاف الشافعي، هل يقدم الزوج إن حضر في غسل زوجته الميتة وتغسيلها على النساء ذوات محرم على بنتها على أمها على أختها؟ على وجهين عند الشافعي، أحدهما يقدم وهو الراجح فيما أرى، الزوج مقدم لأنه ما فيش انكشاف كامل بالعوره بين البشر الا في الاسلام الا ما بين الزوجين، والتغسيل يقتضي الاطلاع على العوره او على بعض العوره من مقتضيات التغسيل، فما فيش انكشاف هذا دليل، قد يكون بتقول حال الحياه فمن باب اولى حال الموت، من باب اولى حال الموت. الان لو سالت اي امراه متزوجه حياتها الزوجية مستقرة لو مت مين يغسلك بتقول زوجي، لو سألت أي امرأة مسلمة متزوجة تطلع على أحكام تغسيل الميت وتكفينه بتقولها إذا مت من يغسلك بتقول لكم زوجي، هذا الميل الفطري هذا مراعى في الشرع الشريف، لأنه حتى الرجل أمام أمه يجب أن يستر العورة المغلظة، حتى الأم أمام ابنها يجب أن تستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة، يجب، ما فيش انكشاف كامل
للعورة بين الرجل والمرأة إلا ما بين الزوجين، علاقة خاصة جدا هذه. الله قال عنها: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما فيش بقى بين الإخوة هذا العلاقة، ولا بين الأخوات، ولا بين الأب وأولاده أو الأم وأولادها. لباس ما فيش إلا ما بين الأزواج، عشان كده سمى الميثاق ميثاق غليظ. وقد أخذتم منهن ميثاقا غليظا. عشان كده الطلاق أبغض الحلال إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان، ولا حول ولا قوة. طيب الوجه الثاني، عفوا، الوجه الأول يقدم الزوج لأنه ينظر إلى ما لا ينظر النساء منها. يجوز له النظر إلى المرأة، إلى زوجته، وإلى عورتها في حال حياتها وبعد مماتها من باب أولى. أما النساء لا، حتى لو كانت أمها أو أختها أو بنتها. طيب الوجه الثاني، تقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه، وهذا هو المفتى به عند الشافعية، وهو المرجوح فيما أرى، الممثل لحكم الشرع الشريف في هذه المسألة، تقديم الزوج مطلقا متى كانت الزوجية قائمة والزوج حاضر. بده يأذن لأمها وأختها، حر هو، لكن الأمر عنده ابتداء، والتغسيل مطلوب منه ابتداء متى حضر وكان قادرا. ممكن يكون عاجز، ممكن يكون كبير في السن إلى آخره، لكن الموضوع عنده ابتداء، يقدم هو. بده يأذن يأذن. فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة، فإن لم يكن فالزوج. وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة، لم يكن للآخر غسل، لأنها محرمة عليه تحريمة المبتوتة. وهذه المسألة فيها خلاف، وأعجبني فيها رأي الإمام أبو حنيفة، فيها خلاف بين الفقهاء. عند الشافعية قال لك إذا في طلاق، حتى لو طلاق أول أو طلاق ثاني، يعني طلاق رجعي ولسه في العدة ما بانت منه، ماتت المرأة أو مات الزوج، أحكام التغسيل المذكورة سابقا بين الأزواج بالأولوية، أولوية الأزواج بتغسيل بعضهم، تشمل هذه الحالة، حالة المرأة المطلقة طلاق رجعي في العدة. عند الشافعية لا، يسقط حق الزوج المطلق حتى ولو كانت طلقة رجعية، حتى ولو كان الموت في خلال العدة. وكذلك يسقط حق المرأة المطلقة في تغسيل زوجها إن كان الطلاق رجعيا أو إن كانت يعني في العدة. هذا عند الشافعية. لكن الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام مالك قال لك لا، ما دام طلاق رجعي فتبقى أحكام التغسيل بأولوية الزوج وأولوية الزوجة قائمة. لأنه ورأي الإمام أبو حنيفة هنا سديد، والله أعلم. ليه؟ لأنه الزوجية حالة الطلاق الرجعي قائمة مع وقف التنفيذ، بدليل أنه يستطيع أن يرجعها إلى عصمته بكلمة، يقولها أرجعتك إلى عصمتك، بدون حاجة لعقد ومهر جديدين، وبدون حاجة لموافقتها لغاية اليوم 89 من العدة. فالزوجية وتعتد في بيت زوجها في الطلاق الرجعي، حرام عليه يخرجها من بيت الزوجية لتعتد في بيت أبيها أو بيت عمها أو خالها، حرام، لا تخرجهن. فالعدة في بيت الزوج في الطلاق الرجعي الأول والثاني، حصلت الوفاة فالزوجية قائمة. الإمام أبو حنيفة يقول لك الزوجية قائمة مع وقف التنفيذ، فتبقى أحكام الأولوية بين الأزواج في التغسيل قائمة. والله أعلم، والله أعلم. وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، لا لاحظوا الحالة، ممكن يكون في سفينة وغرقت السفينة، نجوا اثنين على جزيرة نائية في قلب المحيط الهادي، أو في الكوارث الزلازل التي تحصل والأعاصير، نسأل الله العفو والعافية، فبتصير فوضى عارمة يعني. وكرامة الميت دفنه، ولابد من تغسيل وتكفين. فالآن ما عفوا،
مش موجود الترتيب هذا كله اللي تكلمنا عنه. رجل وامرأة أجنبية عليه وأجنبي عليه، ما في لا قرابة ولا رحم ولا زوجية ولا غيره، مات أو ماتت، مين إيش نعمل؟ لاحظوا الفقهاء رحمهم الله تعالى لما بيّنوا تفاصيل التفاصيل لوقائع الواقعة والمسائل الواقعة والمسائل المتوقعة، يعني حتى ولم تكن واقعة في زمانهم، وهذا من الفقه الحسن. وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي، ففيه وجهان عند الشافعي، أحدهما ييمم، بتيممه ما بتغسله، المرأة الأجنبية هذه تيمم، أو الرجل الأجنبي هذا ييممها، يضرب بيديها التراب، مسح على الوجه ومسح على الكفين. الوجه الثاني، وهذا أيسر طبعا، لما تقول له تغسيل إراقة ماء وكذا والآخره، والمعنى اعتباري، لا شك أنه في معنى تعبدي هون في موضوع غسل الميت، والعبادة مطلوبة من الحاضرين من المسلمين مش من الميت. الميت ممكن يكون اغتسل قبل ما يموت ب5 دقائق، غسل جنابة أو غسل مندوب أو غسل نظافة، فهو التكليف فيما يتعلق بجسمه انقطع لأنه مات، ما في له إرادة الآن، فلا يناط التكليف إلا بالعقل والحياة، بالغ عاقل. تمام. طيب الآن ماذا نفعل؟ قال لك ييممها أو تيممه وبس على كده. الرأي الثاني قال لك يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله، هذا المفتى به عند الشافعي. قال لك إيش؟ بيبقى في ثوبه ويكب عليه الماء، تمام، من غير خلع للثوب، والغاسل بيمسك خرقة ويعني يحاول أن يمر الماء اللي تحت الثوب من فوق الثوب، شيء من هذا القبيل، يعني كما غسل الصحابة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما نزعوا عنه ثوبه الشريف الذي مات به عليه الصلاة والسلام، إنما أراقوا عليه الماء إراقة، وكان العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكان علي معه خرقة يمسح جسد النبي الشريف من فوق الثوب والماء من تحت الثوب، يعني بنفس الطريقة، لكن هذه الطريقة اللي هو الوجه هذا المفتى به عند الشافعية، وممكن تكون عسيرة أو صعبة خاصة إذا امرأة لحالها، كيف بدها تدير الماء وتعمل وتسوي؟ فيبقى الوجه الأول فيه اليسر، لأن التيمم إنما يباح عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فهنا في معنى العجز، الماء موجود لكن في معنى العجز، إنه هذه امرأة أجنبية وهذا ميت، والمعنى في معنى اعتباري للغسل هنا تعبدي، فكان التيمم أن تيممه بضربتين بكفيه على التراب، تمسح بهما وجهه وكفيه، فيه يسر والله أعلم. طيب فإن مات كافر فأقارب الكفار أحق بغسله، إحنا إذا مات الكافر لا يعنينا أن نغسله حقيقة، هذه الأحكام متعلقة بالمسلمين أو بالمرأة الكتابية اللي زوجها مسلم، أولادها مسلمين، لأنه بيجوز نكاح أهل الكتاب، وإن كان خلاف الأولى أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية، أما غيرهن غير النصرانيات واليهوديات لا يجوز للمسلم أن يعقد عليهم، يعني لو عقد المسلم على بوذية أو هندوسية أو سيخية أو ملحدة أو أي ملة من ملل الكفر فالعقد باطل وما بينهما زنا والعياذ بالله. طيب الآن لو مات الكافر، مات الكافر أقارب الكفار بده يكفنوه ويغسلوه، إذا بيغسلوا بطريقتهم، ومش كل الملل في الأرض في عندهم تغسيل،
في ملل في الارض عندهم، الميت يحرق مثل الهندوس، والان موجود في امريكا عند غيري الهندوس ايضا بيعطوك زجاجه فيها الرماد. احنا عندنا لا، لا يحرق، يكرم. شوف الفرق بين دين الاسلام والاديان الاخرى. يعني في مثل هذه الاحكام يظهر جمال الدين وجلاله، احترام الانسان. ايش تحرقه هذا وتحطه في زجاجه؟ والله تكتب عليها فلان، تجعلني انا في زجاجه، تحرقني بعظمي ولحمي وشحمي وتضع رمادي في زجاجه؟ لا، يغسل ويكفن ويصلى عليه وتمشى جنازته بجنازته ثم يدفن. يعني حاجه مهيبه، حاجه مهيبه. كنا نغبط بعض اهل العلم والدعاة والشهداء على جنائزهم التي صلى عليها الوف مؤلفه من يرجى صلاحهم ودعاء اولئك مستجاب. فان مات كافر فاقارب الكفار احق بغسله من اقارب المسلمين. خلاص انتهينا. لا يعنينا ان نغسل الكافر، لان للكافر، نفتح الان صفحه 418، لان الكافر عليه ولايه. وان لم يكن اقارب من الكفار جاز لاقاربهم المسلمين غسل. هذه المساله يعني فيها نظر. هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، فاذا لو لم يغسل لا اثم على اقاربه المسلمين، والله تعالى اعلم. يعني اذا تفضلوا وغسلوه فهذا كرما منهم، وبكل الاحوال لن يدفن في مقابر المسلمين ولن يصلى عليه. والاحكام هذه متعلقه بالمسلمين او بالمراه الكتابيه اللي زوجها مسلم فقط، هذه الحاله اللي يشملها الحكم هنا. اما انسان كافر، رجل او امراه، واحنا من اقارب المسلمين وفي اقارب كفار، خلاص يقوموا هم بالامر. يعني مش واجب علينا ولا مستحب، لانه لا، بكل الاحوال لن نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. فهنا يعني لان النبي عليه الصلاه والسلام امر عليا ان يغسل اباه ابو طالب، وابو طالب مات على الكفر والعياذ بالله، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا تقوم به حجه. ان النبي عليه الصلاه والسلام امر عليا ان يغسل ابا طالب، هذا لم يثبت. ابو طالب كان مات على الكفر. فاحنا الاحكام متوجهه للمسلمين، متعلقه بالمسلمين. قضيه انه والله يعني ليش الامام الشيرازي اثار والشافعي اثار هذه المساله؟ ما فيش علينا اي تقصير لو تركنا ذلك القريب الكافر بدون تغسيل. لكن المشكله هنا اذا كان ذلك الكافر مرتد والعياذ بالله. يعني واحد عمه ولد على الاسلام او ابن عمه، لكن ايش؟ اظهر رده. وما اكثر الذين يظهرون الرده في هذا الزمن، بيكتب كلام على تويتر ولا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، اي كلام في اي كلام، حيث يدري او لا يدري، واذ به خرج من مله الاسلام، يستحل المحرمات او ينكر امرا معلوما من الدين بالضروره او ما شابه. فهذه رده. الان هذا مات على ردته، ايش نفعل به؟ ممكن يعني مثل هذه الحاله يشملها كلام الامام الشيرازي في اعلى صفحه 418. نسال الله العفو والعافيه. وان ماتت ذميه ولها زوج مسلم، هذا الذي يعنينا. ذميه يعني كتابيه يهوديه او نصرانيه، ولها زوج مسلم، كان له غسل تغسيله، لان النكاح كالنسب في الغسل. وان مات الزوج، الان مات الزوج وزوجته يهوديه او نصرانيه، لها الاولويه بالتغسيل ولا مقدم اقارب العصبات من الرجال؟ قال في الام: كرهت لها ان تغسله، فان غسلته اجزاه، لان القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسله. هذا اللي ذكره الامام الشافعي صحيح، انه مكروه ان تغسل المراه النصرانيه او اليهوديه زوجها المسلم، لكن ان فعلت يصح. الاولويه في حق المراه في تغسيل زوجها اذا كانت مسلمه وهو مسلم. الاحكام هذه للمسلمين. وفي كل الاحوال
إذا كانت المرأة كتابية يغسلها زوجها، لكن لن يصلي عليها ولن يدفنها في مقابر المسلمين. تمام؟ والله أعلم. الآن الإمام النووي اعترض على كلمة لأن القصد منه التنظيف. الإمام الشافعي بيقول في الأم أن القصد من تغسيل الميت التنظيف، الميت مش يدخل في عبادة بهذا الغسل، هذا مش غسل جنابة ولا غسل عيدين ولا غسل جمعة، لأنه الميت انقطع تكليفه، لكن هذا التنظيف. فالإمام النووي اعترض على ذلك وقال يعني عن هذا التعليل أنه ضعيف. لا، ليس ضعيفا يا شيخنا، ليس ضعيفا. يعني ما الحكمة من تغسيل الميت؟ ما أنت قلت قبل قليل هذه شريعة جمال وكمال، والله لا يشرع إلا حكمة وعدلا جل في علاه. فما الحكمة أنه الميت ندير عليه مي ونغسل ونقيم ونحط، وبعدين نحط عطر كما سيأتي بيانه في التفصيل لاحقا إن شاء الله. هذا التنظيف. طب ما أنت حاطه في القبر إيش يعني؟ يعني لو نزل القبر متسخا أو عليه أوساخ، لا، كرامة الميت أن يغسل. طبعا حياة البرزخ مرتبطة بشكل ما بهذا الجسد. احنا قلنا عذاب القبر مرتبط بالروح مش بذات القبر، ونعيم القبر مرتبط بالروح وليس بذات القبر، لكن في علاقة ما لا نعرفها وما أتيتم من العلم إلا قليلا بين الجسد هذا وبين الحياة البرزخية، بدليل أنك لما تروح تزور القبر وتسلم عليه يصل السلام إلى الميت. طب هل الدعاء للميت عند القبر كالدعاء للميت عند في البيت؟ الجواب لا، الآثار تدل أن الجواب لا. قال لك زيارة القبر لأجل الحي حتى تذكروا بالآخرة، نعم، وأيضا شعور الميت بها يختلف عن شعوره بالدعاء، وصول الدعاء له من إنسان حي بعيد عن قبره. ففي علاقة، أنا بحكي لكم من تجارب ومما رأيت ومما سمعت ومما قرأت، مستدركا على هذا الكلام، على كلام الإمام النووي لما بيقول لك إنه هذا تعليل ضعيف. في علاقة ما بين الحياة البرزخية وجسد هذا الإنسان لا نعرف كلها، بدليل إنه الشهيد لا يغسل ولا يكفن وهو أحياء عند ربهم يرزقون. يعني ما فيش استثناء من أحكام التغسيل إلا لشهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن، إنما ثياب المعركة يكفن بها وينزل القبر بها تشهد له يوم القيامة كما جاء في الآثار، وسيأتي بيان ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله. فهو للتنظيف وتكريم الميت أيضا، عملية التغسيل هذه يعني ممكن يكون الحكم التكفين بدون التغسيل، لكن التغسيل لتنظيف الميت وتعطيره حتى تكون يعني بشارة خير بحياة برزخية هانئة، بحياة برزخية طيبة. تمام. الآن هو بينه وبين الله عز وجل، فإحنا أمرنا الشرع الشريف أن نغسل وأن نكفن وأن نعطر، فكيف لا يكون التنظيف مقصودا يا شيخنا النووي؟ هو مقصود من عملية التغسيل هذه غسل الميت التنظيف. تمام. زائد معنى تعبدي. فالصواب ما ذكره الإمام الشافعي في الأم، وليس دقيقا استدراك الإمام النووي في المجموع رحمهم الله تعالى. وإن ماتت أم ولد، طبعا انتهى الرق في بلاد المسلمين ولله الحمد، ام ولد اللي هي الامه الجاريه يتسرى لها وانجبت له، الولد ينسب للاب. طيب اذا مات الزوج هذا السيد مباشره تعتق ام الولد، تعتق وليست زوجه. تمام. تعتق وليست زوجه، يعني كونها كان يفعل معها ما يفعل مع زوجته هذا حاله حياته، لكن بمجرد موته انعتقت وأصبحت حرة،
يعني محرمة عليه إلا بعقده، ما في عقد الآن لأنه مات. هذه أم الولد. عندنا نقف عند الأمر هذا طويلا، لأنه من أحكام الرق، والرق انتهى. إذا كان في أمة عنده في البيت برق شرعي يقره الشرع الشريف، وهذا له تفصيل طويل، يتسرى لها كما يكون بينه وبين زوجته، وحملت ولدت، الولد ينسب إليه. طيب، بمجرد ما مات المرأة هذه تعتبر حرة لأنها أم ولد. طيب حرة، وبعدين خلاص الآن ما في، ليست زوجة، أم ولد صح لكن ليست زوجة، وبالتالي هل يجوز أن تغسله؟ وإن ماتت أم ولد كان للسيد غسلها، لأنه يجوز له غسلها في حال الحياة، فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة. وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله؟ فيه وجهان، قال أبو علي الطبري لا يجوز، لأنها عتقت بموته فصارت أجنبية، والثاني يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة، والصحيح ما قاله أبو علي الطبري. لما ماتت هي، ماتت وهي أمته، فيجوز له أن يغسلها وهو سيدها، ماتت وهي أمته يعني حلاله، فكانت كالزوجة في هذه المسألة بالذات. لكن لما مات هو لا يجوز لها أن تغسله، لأنها أصبحت حرة وبالتالي ليست زوجة. تمام، كما لو كانت امرأة بانت من زوجها بينونة كبرى، يعني شيء من هذا القبيل. فكلام أبو علي الطبري هو الذي استحسنه الشافعية وهو المفتي، والله أعلم. طيب، صفات الغاسل، ينبغي أن يكون الغاسل أمينا، لما روى عبد الله بن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، هذا حديث ضعيف. الغاسل احنا قلنا على الترتيب، الزوجة، فإن لم يوجد الأب، الجد، الابن، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم. كذلك العكس بالنسبة إذا كان الميت المرأة كما بينا قبل قليل. طب هذا الغاسل فيه له صفات معينة، الأمانة، الأمانة، يعني إذا كان اللي عليه الدور اللي له أولوية التغسيل فاسق مجاهر بالمعاصي، هذا لا يمكن من التغسيل. طب الآن بدك تقول لي الناس بتطلب مغسل بالأجرة، بجوز؟ الجواب بجوز، بإذن من له الدور، من عليه الدور، الأقارب، الزوجة. تمام، ولما تكون امرأة بيجيبوا امرأة مغسلة خصوصا تأخذ أجرة على التغسيل والتكفين، متخصصة عارفة بتفاصيل الأحكام، هذا في زماننا لا بأس بأجرة، وبرضا من له حق التغسيل على الأقارب اللي بيناهم قبل قليل بالترتيب الدور. تمام، وأولئك الذين يغسلون الأموات ليسوا من أهل الفسق والفجور، الناس ما بتعطي، ما بتجيبهم، يعني ظاهرهم الصلاح إن كانوا رجالا أو نساء، غير قضية علمهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالتغسيل، ظاهرهم الصلاح. ما في واحد شريب دخان سكرج عربيد بيشتغل مغسل موتى بالأجرة، و يعني بكل سوق الناس ما بتأتمنه. ليه؟ لابد أن يكون أمينا حتى يستر القبيح، وإذا حدث يحدث بالجميل، لأنه سيطلع على يعني ما يتعلق على أسرار هذا الإنسان الميت متعلقة بجسده بعد أن مات، والإنسان عاجز أنه يدافع عن نفسه. شوفوا كيف لو كان الحكم أنه الإنسان يغسل نفسه غسل الموت، هذا لو كان الإنسان يعرف متى سيموت وكيف سيموت، فممكن يكون الحكم الشرعي انه اغتسل كما تغتسل غسل الجنابه، غسل الجمعه، غسل العيدين، اغتسل غسل الموت. لكن هذا غير مستطاع، لانه نحن لا نعلم متى وكيف واين سنموت، فكان الحكم لمن حضر من الاحياء المسلمين المكلفين، والله اعلم. طيب، والاولى ان يغسل. طيب، هل يعني غسل الميت ايها الاخوه، نحن الان في صفحه 419، ليس متطابقا في الصورة والأحكام مع غسل الحدث الأكبر، اللي هو الغسل من الجنابة والغسل
من العيدين وما شابه. يعني لا يشترط أن يعرى الميت من ثيابه لأجل غسله. النبي عليه الصلاة والسلام غسل في ثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم. هل ممكن يكون هذا سنة يطبق في حق غيره؟ الجواب نعم. لذلك قال لك والأولى، نحن في وسط صفحة 419، والأولى أن يغسل في قميص، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسلوه عليه قميص، يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه. هل ممكن هذا الكلام يكون مع غير النبي عليه الصلاة والسلام من أمته؟ الجواب نعم. فليست التعرية هي الأصل وليست ضرورية، لأنه إحنا مش عم نتكلم عن غسل كغسل الجنابة أو غسل الجمعة. إراقة الماء وإزالة الأذى وإزالة الأوساخ والنجاسات ونحو ذلك. فإذا كان بالإمكان يغسل وهو في ثوبه، ثم ينشف، ثم يوضع عليه الكفن ويخلع الثوب من تحت الكفن فلا نرى عورة، فهذا هو الأولى. هذه معلومة قد تكون جديدة، هذا هو الأولى. والمغسل الحاذق الماهر لا يحتاج إلى كشف العورة ولا يحتاج إلى خلع ثياب الميت التي مات بها. والماء البارد أولى من الماء الساخن، وهل تجب نية الغسل؟ لازم الغاسل، سواء كانت المرأة تغسل زوجها أو الأب يغسل ابنه أو الجد يغسل حفيده أو الابن يغسل أبوه إلى آخر، لازم ينوي أنه يا رب نويت أغسل أبي حتى يكون الغسل صحيح، في نية هنا. طب أنا حكم شرعي لأنه. الجواب وجهان عند الشافعي، أحدهما لا تجب، وهذا هو الراجح فيما أرى، ما في نية على الغاسل، لأن هذا الموضوع مثل موضوع إزالة نجاسة. لما بدك تزيل نجاسة عن الأرض بدك تنوي يا رب نويت أغسل البول اللي على وقع على السجادة حتى يكون غسل البول صحيحا؟ الجواب لا. إذا وقعت النجاسة على الأرض لازم أنوي إني أغسل النجاسة حتى يكون الغسل صحيح، وإذا ما نويت بدي أغسل مرة ثانية مع النية؟ الجواب لا. وهذا مثل ذاك، فلا يحتاج غاسل الميت كائنا من كان إلى نية بغسل الميت حتى يكون غسل الميت صحيحا معتبرا مجزئا. وهذا الوجه الأول عند الشافعية، لأن القصد منه التنظيف فلم تجب فيه النية كإزالة النجاسة، والثاني تجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين، فوجبت فيه النية كغسل الجنابة. وبين لك في الحاشية أنه الأصح من الوجهين المعتمد للفتوى عند الشافعية، الوجه الأول أنه النية لا تشترط ولا تجب. طيب هل ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت؟ يعني لا يجب تعريته من ثيابه التي مات بها ما أمكن ذلك، ولا يجوز أن ينظر إلى عورة الغاسل. احنا قلنا الغسل الميت له يعني لا يتطابق في الصورة والأحكام مع غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل العيدين، في تشابه لكن ما في تطابق، لأن المغسل ليس هو صاحب البدن في غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل العيدين. المغسل للبدن هو اللي عليه الجنابة أو اللي عليه بده يطلع يصلي الجمعة أو العيدين، اللي هو المكلف نفسه صاحب الجسد، هنا في شخص آخر والجسد صاحبه انقطع تكليفه، فهذه تجعل في فرق، وبالتالي في اختلاف في الأحكام. عشان كده قلنا لا تشترط التعرية. ولا يجوز الغاسل أن ينظر إلى عورته لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا عام، والحديث هنا حديث حسن، وقال بعضهم أنه ضعيف، لكن يعني لا تنظر لفخذ لا حي ولا ميت، لأن الفخذ من العورة. وفي حديث آخر: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فالميت له كرامة، لأنه احنا بنتكلم عن المسلمين، هذا الجسد كان يوحد الله صاحبه وكان يعبد به الله عز وجل،
يا ما سجد لله ويا ما صلى الله ويا ما توضأ فله كرامة. هذه الكرامة لأجلها كانت هذه الأحكام، والله أعلم. ثم من حكمه غسل الميت وفاتني أذكرها، لما نعطر ونغسل ونكفي حتى الناس في الجنازة ما تنفر من الجنائز، حتى المصلين في الجنائز ما ينفروا منها. صحيح السنة أن تصلى الجنازة خارج المسجد في المصلى، لكن إذا كان ما في غسل، ما في تعطير، ما في تكفين، ممكن تفوق روائح كريهة من الميت، خاصة إذا كان قد مضى على موته أيام، فالناس ستنفر من صلاة الجنازة، والشريعة ترغب بصلاة الجنازة وترتب عليها الأجور العظيمات الكثيرات. فعشان كده قال لك إنه غسله وعطره حتى ما يطلع منه رائحة كريهة تنفر المصلين، وبنفس الوقت لأنه هذا الجسد كان كريما في الدنيا فيكون كريما بعد موت صاحبه، وأيضا لأنه هذا الجسد له علاقة ما بحياة صاحبه بالبرزخ، والله أعلم. ويستحب ألا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لابد منه، ولا يجوز أن يمس عورته، لأنه إذا لم يجوز النظر فالمس أولى. ويستحب ألا يمس سائر بدنه، لما روي أن علي كرم الله وجهه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده خرقة يتبع بها ما تحت القميص، وهذا الحديث حديث صحيح. تغسيل علي رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يساعد العباس وبعض من آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إنه كان يمر يريق الماء ويمر الخرقة من فوق القميص، فلا تمس العورة ولا تنظر إلى العورة إلا عند الاحتياج، بل حتى تعرية من ثيابه ليست شرطا وليست هي الأصل كما بينا قبل قليل. فيمكن أن يغسل بثيابه ثم يوضع عليه الكفن ثم تخلع ثيابه دون أن ننظر إلى عورة، دون أن ننظر إلى عورة. هذا كله تكريم للميت. نستحضر، أعتقد أن الكثير منكم الآن خلال هذا الدرس والذين سيسمعونه لاحقا بعد ما ينزل على اليوتيوب يستحضر نفسه أنه هو الميت والمغسل يغسله، فأعجبتكم هذه الأحكام أعتقد ذلك، ولاقت عندكم استحسانا أنه ما في نظر لعورته، ما في تغسيل تعريتي من ثيابي، الكفن يكون فوق الثياب التي غسلني بها ثم يكون خلع الثياب والسك والكفن علي، فلا هو نظر ولا يجوز من باب أولى أن يمس العورة إذا كان رجل، ونفس الشيء المرأة مع المرأة. يعني أعتقد أنكم استحسنتم ذلك، وهذا الاستحسان لأن الإسلام دين الفطرة، لأن الإسلام دين الفطرة، لا نحب أن يعبث بأبداننا بعد موتنا نغار وإن كنا في حياة البرزخ، والإسلام راعى ذلك. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نرجو منكم المعذرة على الإطالة في هذا الدرس، وصلنا إلى أسفل صفحة 419، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين. يا الله يا رب العالمين، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة.
وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، برحمتك بنا جميعا يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأخ المشرف ممكن يقطع التسجيل.